Hello everybody, welcome back in a new episode of your program مدرسة على الهوا. أعزائي طلابي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهوا، مادة اللغة الإنجليزية. The last episode اللي هو الحلقة اللي فاتت خدنا بعض الأناليسيس على the school concert اللي هي unit 6 الحفل الموسيقي في المدرسة، وخدنا اللي هو ال adverb what's the difference between adjective and adverb اللي هو الاختلاف بين الصفة والحال، وقلنا الحال اللي هو آخره ال y وده بيصف اسم بيصف verb اللي هو فعل، زي for example قلت I play the drums loudly. loudly دايما اللي هو الحال بيكون اخره ال y وبيجي في الاخر at the end of the sentence في نهايه الجمله، وبيجي بعد الفيرب بعد الفعل، ده بيصف اللي هو الفيرب. اوكي، وقلنا ايه الفرق بينه وبين بين الصفه. الصفه بتيجي بعد verb to be او سواء كان في الباست او في البريزنت، وبتيجي قبل الاسم. فور اكزامبل قلت I am happy، دي كده اسمها adjective. غير حاجه تانية، لو انا عايزه اخلي happy دي كده في كادفيرب، بشيل الواي واحط اي ال واي. قلت فور اكزامبل قلت I danced happily، اوكي، اور I sang او I sing happily، كده خليت happy حولتها من adjective لادفيرب. Today we are gonna to have the conversation time. يعني ايه conversation time؟ هو وقت المحادثة. احنا عارفين دايما ان هو في grade 6 بيكون اهم حاجة conversation time اللي هو وقت المحادثة، عشان ده من حل ال new expressions اللي هي المصطلحات الجديدة وبرضو ال vocab. Let's start. أول حاجة عندي conversation between منى وكريم. Hi كريم، what are you doing؟ what are you doing اللي هو ماذا تفعل. what are you دي دايما بتقولها لأي شخص بيكون بتسأله هو بيعمل ايه. what are you doing؟ بتلاقي خالد أو كريم رد I am helping Mr. خالد cleaning up the music room. I am helping Mr. خالد cleaning up the music room. يبقى أول حاجة ده expression what are you doing. قال رد كريم قال I am helping، ده طبعا عشان لازم ادم سأل بالpresent continuous لازم يرد بالpresent continuous. I am helping Mr. خالد cleaning up the music room، بساعده في تنظيف حجرة الموسيقى. He is getting ready for the concert. He is getting ready for the concert. ده طبعا بيزود اللي هو addition اللي هو بيزود إضافة اللي هو بيعمل ايه، بيعمل كده ليه، عشان مستر خالد he is getting ready for، ده مصطلح نكتبه جديد. اول حاجة عندي clean up، نكتبه مع بعض لو معانا paper. clean up يعني ينظفه، دي بيجي وراها اللي هي كلمة اللي هو help، بيجي معاها بعديها الobject المفعول وبعديها clean up. اوكي، يبقى زي ما احنا شايفين I am helping Mr. خالد، هو بيساعد Mr. خالد cleaning up the music room. في expression جديد اللي هو getting ready for اللي هو am is are plus getting ready for plus بعديها بيجي اللي هو النون، يعني انا مستعدة او هو مستعد للكونسيرت. لو اديت example تاني قلت I am ready I am getting ready for the episode، انا مستعدة للحلقة مثلا. I am getting for ready for the exam، يعني انا مستعد للامتحان. Can I help you؟ بترد دلوقتي بتدي له الأوفر، بتدي له عرض ممكن أساعدك. Can I help you؟ لا sure you can move the pass. move the pass pass ديت آلة جديدة نكتبها معانا اللي هو الكونتر باس، يعني زي ما انتوا شايفين في البيكتشر الموجودة صورة زي الفايلين بس كبير شوية، بس هو bigger than the violin، أكبر من الإيه؟ من الفايلين. فقال لها Can I help you؟ ممكن أساعدك. ده عرض الاوفرنج هيلب، قالت له شور يو كان موف ذا باس، باس اللي هو الكونتر باس يعني. بوت ات اوفر ذير باي ذا ويندو، بوت ات يعني شيليه مثلا او ضعيف في مكان. اوفر ذير، اوفر ذير يعني هناك، كلمه هير هير يعني هنا، وعكسها اوفر ذير يعني هناك. يبقى في كلمه اوفرنج هيلب اللي هو عرض المساعده اللي هي كان اي هيلب، كان اي هيلب يو، فهو رد قال شور، او ممكن نقول يس يو كان على حسب اللي بيجاوب. اقول شور، شور بتدي اللي هي التاكيد بالموافقه الاجرينج. قال كان يو موف ذا باس، كان يو موف ذا باس، ممكن تي اللي هو تشيلي او تحركي، موف يعني يحرك، تحركي الباس شويه. اوكي، قال لها بوت ات اوفر ذير، اوفر ذير يعني هناك، الاوبزيت بتاعتها هير، كلمه هير هنا. زي فور اكزامبل عندي القلم ده هنا نقول ات از هير، لكن لو القلم هناك نقول ات از ذير او ات از اوفر ذير. اوكي، باي ذا ويندو، كلمه باي يعني بجانب، باي يعني ايه؟ بجانب. يبقى كان يو بوت ات او بوت ات اوفر ذير باي ذا ويندو، قالت اه اي كانت ليفت
it by myself يعني انا مش قادر ارفعه. فيرب جديد معايا فيرب left، left يعني يرفع. فور اكزامبل لو قدامي ديت التابل فاقول انا مش قادر ارفعها، اقول I can't lift the table. ودي بتكون لو الحاجه so heavy. يعني ايه so heavy؟ يعني تقيله. اوكي so او to it's see. اللي هي so بيجي وراها الادجكتيف وto برضو بيجي وراها الادجكتيف. فور اكزامبل قلت I can't lift the table because it is too او it is so heavy. اوكي بعد كده عندي ايه بيرد it is so heavy اللي احنا قلناها من شويه. I can't lift it by myself. انا مش قادر ارفعها بنفسي. It is so heavy. So نكتبها مع بعض كده. So بيجي وراها الادجكتيف. واحنا لسه اخدنا الحلقه اللي فاتت الفرق بين ايه؟ بالادجكتيف والادفيرب. شايفين كلمه heavy يعني تقيل. Here I'll take it. I'll take it يعني هساعدك يعني. Look out. Look out يعني احترس. بتدي الايه؟ الانتباه شويه. Look out. There is a box behind you. في بوكس اللي هو صندوق خلفك زي ما احنا شايفين من البيكتشر. البيكتشر دي موجوده برضو في كتاب المدرسه، احنا جايبينها من كتاب المدرسه. لوك اوت احترس. ذير از عارفين الفرق بين ذير از وذير ار. ذير از بتيجي وراها الحاجه سنجولار المفرد، وذير ار بيجي وراها الحاجه بلورال. ذير از ا بوكس بيهايند يو. فقال اه طبعا هو خلاص وقع يعني. في اكسبريشن جديد معايا اسمه واتس جوين ان هير، نكتبه عشان ده مهم جدا بيجي لي في الاكزام، بيجي لي في الريارينج وبيجي لي في الاندرلاين. واتس جوين اون هير يعني ماذا يحدث. فور اكزامبل لو انت داخل على الاوضه بتاعتك ولقيتها في اتيز ماس مثلا، او في ماس اللي هي ام اي دبل اس اللي هي في فوضى، فبتقول ايه اللي بيحصل؟ واتس جوين اون هير، عايز تسال ايه اللي حصل؟ واتس جوين اون هير اللي هي ايكوال واتس هابينج يعني ايه اللي بيحصل. يبقى فور اكزامبل لو انت شايف اي حاجه مش اي حاجه عايز تتفهمها او عايز تفهم الاكشن او الحدث المعين، فبتسال باكسبريشن اسمه واتس جوين اون هير. واتس جوين اون جوين اون هير. اوكي في اثنين او اون وان. وي ار كليننج اب، فبيرد عليها بيقول لها وي ار كليننج اب، واحنا لسه واخدين كلمه كلين اب يعني ينظف. فور اكزامبل قلت اي كلين ذا روم اب. في اللي هو الفيرب بيجي وراه اللي هو البريبوزيشن حرف الجر. كلين عارفين اللي هي بتيجي كصفه بتيجي كفيرب. اوكي فور اكزامبل قول اي ام كلين واحد او هي يدل اللي هو it is a clean music room يعني، او it is a clean room يعني ايه؟ حجرة نظيفة. اوكي وفي اللي هو الفيرب فور اكزامبل قلت اي كلين ماي روم، انا بنظف الاوضة بتاعتي او الحجرة بتاعتي، يبقى ده كده جت كفيرب، فيرب يعني ينظف. لكن لو عندي انا النهارده زي الاكسبريشن بتاعي الموجود اللي هو اي ام هيلبنج مستر خالد كليننج اب، او ممكن تقول تجيب الاوبجكت الحاجه اللي انت بتنظفها في النص. فور اكزامبل قلت اي كلين ذا روم اب، كده انا جبت الحاجه اللي انا بعمل فيها الفعل في النص بين الايه؟ بين الفيرب والايه؟ والبريبوزيشن اللي هو حرف الجر. قلت اي كلين مثلا ذا روم اب، او ممكن نقول اي كلين اب ذا روم، الاثنين ايكوال، الاثنين صح. فرد عليها اما واتس جوين اون هير، رد قال وي ار كليننج اب يعني احنا بننظف. اوكي وات ايلس نشوف ايه؟ عندي الاكسبريشن دي كلها مجمعينها لكم. كان اي هيلب يو، ممكن اساعدك، ده للاوفرنج هيلب العرض المساعده. كلمه شور بتدي الاكسبتنج او الاجرينج، فبتقول شور يو كان موف ذا باث. بوت ات اوفر ذير، بوت ات اوفر ذير يعني ضعها هناك. باي ذا ويندو، باي ذا ويندو بجانب، او باي كلمه باي وبيجي وراها اسم المكان يعني دايما بتساوي كلمه بيسايد او بالقرب يعني او نير. I can't lift it by myself. أنا مش قادر أرفعها بنفسي. وكلمة it is so heavy دايما. For example يا أولاد لو أنا دلوقتي قدامي الشاي سخن جدا لدرجة إن أنا مش قادر أشربه. For example قدامي a cup of tea اللي هو فنجان من الشاي وسخن جدا أو سائع جدا، الاثنين I can't drink it. سواء كان سائع أو بائع أو سخن جدا أنا already I can't، في inability هنا يعني inability يعني عدم مقدرة اللي أنا أفعل الشيء ده. يبقى so بتدي النفي اللي أنا مش هعرف أعمل الحاجة دي. أقول لك الشاي مثلا it is tea is so hot. is so hot هنا جبت so وبعديها اللي هو اللي هي الادجكتيف I can't drink it او equal او to مثلا اقول the او tea is او the cup is too hot
او is too hot equals so I can't touch it, مش قادر ايه ألمسه. يبقى to بيجي وراء الادجكتيف وso بيجي وراء الادجكتيف. يبقى تعرفها كمصطلح عندك انت فاهمه. اللي اول ما تلاقي to double o مش to o ولا اللي هي number two, لا t double o وفي so اللي هي s o بتدي جدا برضو, بيجي وراهم الادجكتيف اللي هي الصفة. وطبعا انت هتخطها في ان شاء الله في الجريد 1 اللي هو فيرست بريب, اللي انت الفرق بين تو وسو دي بتيجي معاها اللي هي الافيرماتيف وتي بتيجي معاها النيجاتيف. في عندي حاجه I'll take it, I'll take it يعني هنا مش هياخذها, قصدها اللي هو هيساعدها اللي هو هيشيل موف ذا باس. اوكي look out there is a book behind you, ده طبعا analysis على الكونفرزيشن تايم اللي احنا اخذناه. بعد كده عندي what's going on here, قلنا مهم جدا what's going on here. اوكي okay? we are cleaning up. الليرنينج بقى ده الحاجات المهمه اللي احنا اتكلمنا عليها. هناخد اللي هو انت امتى تجاوب. فور اكزامبل في اللي هو do you know what about the school concert, ده السؤال اسمه yes or no question, السؤال بهل باستخدام اللي هو do او does. فور اكزامبل اقولك do you know او do you like the school concert. احنا بما ان اللي احنا بنتكلم على school concert الحفل الموسيقي في المدرسة, فانا بسألك انت عارف عنه حاجة, ده يبقى بستخدم present simple الزمن المضارع البسيط بال yes or no question, يعني امتى تجاوب yes وامتى تجاوب no. ده بيسأل بدو do مع they we you. اوكي فانا بسألك انت اقولك do you like the school concert او do you know about the school concert, وانت عارف شيء عن السكول كونسرت. لو انت عارف انفورميشن او عارف معلومات او سمعت عنه قبل كده فهتقول لي يس اي دو. اوكي لو لا ما تعرفش عنه حاجه هتقول لي نو اي دونت. اوكي يبقى دو بعديها سامبل خالص, الدنيا بسيطه. دو او داز الاثنين, دو او داز بلس السبجكت اللي هو الفعل وبلس الايه بلس الانفينيتيف. يعني الانفينيتيف ذا فيرب وزاوت اني اديشن, يعني انا ما اضيفلوش حاجه, يعني الفيرب في حالته الاوليه في حالته المضارع ما اضيفلوش اي حاجه. فور اكزامبل قلت دو يو نو, ما قلتش ناوينج ولا قلت نيو ولا اي حاجه, انا خليتها الفيرب ولا ضفت له اس ولا اي حاجه. فايه ده اسمه انفينيتيف. يبقى دو يو نو اباوت ذا سكول كونسرت, لو انت عارف هتقول يس اي دو, يس اي اي دو. لو انت مش عارف هتقول نو اي دونت. وطبعا على حسب السبجكت, لو انا بسال على شخص بلورال هيجاوب نفس الايه. انا بسال على دو احمد اند محمد مثلا جو تو سكول توداي, راحوا النهارده المدرسه. لو راح هتقول احمد ومحمد دو بلورال هتجاوب وتقول يس ذي دو. اوكي لو لا هتقول نو اي دونت. زي ما احنا شايفين do you know about the school concert, yes I do, yes I do أو yes I can. okay بس yes I can طبعا ال بالنسبة ضئيلة شوي. what where is the books, what's your name, دي حاجات موجودة. where is the book, احنا خدنا حاجة دلوقتي look out there is a box behind you, ده هو بتقول له خلي بالك ده في بوكس وراك. فممكن اسال عندنا برضو اللي هو الفيربات الخاصه بالمكان, فيرب بيهايند مش فيرب, بريبوزيشن بيهايند حرف الجر بيهايند. فانا بسال وير از ذا بوكس, فين البوكس, هتقول ات از بيهايند يو يعني خلفك. اوكي يعني انا دلوقتي لو انا بسال على اللي هو في بانر ورايا كده واقول لك وير از ذا بانر مثلا او وير از ذا بيكتشر, ات از بيهايند يو. بيهايند يو يعني خلفك, ات از بيهايند ذا باس يعني خلف الباص. What are you doing now؟ يعني انت بتفعل ايه؟ هترد وتقول طبعا ب I am او we are عشان بسأل اكتر. لو انا بسأل شخص واحد هتقول I am, لو بتسأل اكتر من شخص بنسأل اكتر من شخص هيرد ويقولوا we are. What's going on here؟ فهمناها. We are cleaning up. Do you want some help؟ دي برضو زيها زي can I help you, بتيجي في الoffering help. يعني offering help يا ميس يعني عرض المساعدة. يعني for example شايف حد, أنا هي شافت كريم كانت مثلا شايفاه cleaning up بينظف, فبتقول له can I help you, فرد عليها sure. دلوقتي ممكن تقول له تشيل كلمة can I help you وتقول له do you want some help, انت محتاج اي مساعدة. Sure I want some help. المرة اللي فاتت قال لها sure you can move the path, هنا قال لها sure I want some help, ايوه بالتأكيد انا محتاج بعض المساعدة. يبقى في دلوقتي عندي اتنين للأوفرنج هيلب زي ما قلناهم, انت بتستخدمهم في الديلي اكتيفيتيز بتاعتك او اللي هو الديلي تريتمنت اللي هو التعامل بتاعك اليومي.
فانت ممكن تشوف حد عايز تعرض عليه المساعده، تقول له can I help you، ممكن اساعدك، او ممكن تقول له do you need some help، انت محتاج بعض المساعده. لو في الحالتين الاجابه بسيطه، لو بكان هيقول yes you can، او yes وهيقول الحاجه اللي هو عايزها، لو do هيقول yes I want، هو اللي بيرد طبعا، فيقول I انا اللي محتاج، قول I want some help، ده يبقى can I help you او do you want some help. اوكي what else عندي ايه كمان يا ميس؟ هنا في البعض ال want verb want اللي هي filling the gaps. The gaps عارفين اللي هي باليلو ديت اسمها filling the blanks او اللي هو الجيبس، بتبقى مش موجودة. بيجي لي سؤال يا ولاد اسمه listen and complete، احنا متفقين اللي هو listen and complete، ده السؤال التاني في ورقة الإجابة. أول حاجة listen and circle، وتاني حاجة listen and complete، وهي اللي هي equal fill the gaps، يعني املأ الفراغات. بيجي لي كلمة واحدة only one word missing، اللي هي كلمة واحدة مفقودة مش موجودة، وانت كل اللي عليك اللي انت هتسمعها من التيتشر وتكملها. فاحنا اللي احنا جايبينها باليلو ديت هي مش موجودة، وكل اللي عليك انت هتسمعها من التيتشر، وطبعا هتكتب الكلمه، بس اهم حاجه تكون correct spelling. فاحنا ليه بنديلكم الكونفرزيشن تايم؟ عشان دي اللي فيها كل الحاجات اللي موجوده في اليونت، بيكون فيها اللي هي الاسئله اللي بتيجي عليها، زي مثلا انا اديت من شويه اللي هي الكلمات الاكسبريشن المهمه واتس جوين اون هير وكان اي هيلب يو ويو كان موف وكذا، دي كلها بتجيلي في الاندرلاين او بتجيلي في لسن اند سيركل او بتجيلي برده في اللي هو الري ارينج. نشوف السؤال بيجيلي ازاي. ده بيكون تحت عنوان اسمه listen and complete. هنا what are you doing، فقال له I am، الكلمة اللي باليلو او الواحدة دي بتكون مش موجودة، I am وفي space مستر خالد cleaning up there وفي space برضو room، يبقى اول حاجة انت تسمعها من teacher يبقى I am helping، I am helping، فانت تكتب كلمة helping ولازم تكون صح، وانت برضو تعرفها في choose the correct one اللي هو في الاندرلاين اللي هو الاختياري، I am help ولا I am helping ولا I am helps، يبقى طبعا هتاخد helping. مستر خالد cleaning up the، وفي ميوزك، ميوزك دي مش موجودة تبقى في space مكانها، فانت هتسمع زي انا ما بقولك كده I am وفي space ومستر خالد، يبقى I am helping، انت سمعتها مني هتكتبها. cleaning up the music music room، يبقى انت سمعت كلمة music يبقى انت هتكتب كلمة music. Do you want some help؟ كلمة want مش موجودة وانت بتكتبها، بتسمعها طبعا من teacher. Do you want some help؟ يبقى want اللي هي يريد، وبرضو بتجيلي يا اولاد في اللي هي الاندرلاين، do you want ولا wants ولا wanted، هناخد طبعا do عشان do بيجي اللي هو اللي بعديها subject بعدين infinitive. احنا دلوقتي كنا بنشرح معاكم اللي هو listen اللي هي listen and complete. دلوقتي معانا فاصل قصير ونرجع لكم ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني، وقبل الفاصل كنا بناخد analysis وبعض الاكسبريشنز المهمه جدا في الكونفرزيشن تايم يونت 6. دلوقتي هنكمل اللي هي طبعا yes or no question. احنا اتكلمنا اللي هو do does وبعدها subject وبعدين الانفينيتيف. دلوقتي احنا بناخد اللي هي listen and complete، الكلمه اللي احنا اللي هي في سؤال في الامتحان بيكون تاني حاجه، لو اوله listen and circle وتاني تاني سؤال بيكون listen and complete. الكلمه اللي باليلو دي بتكون هي الميسنج اللي هي مش موجوده، وانت بتسمع من التيتشر وتكتبها correct. فقدامي شكل السؤال بيكون كده اللي هو اللي باليلو بتكون مش موجوده خالص missing. For example do you want some help؟ لا sure you can move the bus. Look out يبقى sure you can move the bus. Can اللي هي في be، احنا قلنا قرينا قبل كده اول حاجه what are you doing، I am helping Mr. Khalid cleaning up the music room. Do you want some help؟ Sure you can. You can move the bus. وبرضو بتجيلي في الunderline اللي هو choose the correct one واللي هي you can ولا you do ولا you مثلا does ولا you are move the bus. طبعا الوحيدة اللي تنفع اللي هي can. Look out ولا look in ولا look at ولا look over اسمها look out. طبعا look out اللي هي كلمة out missing. There is a box behind you يعني في box خلفك، وخدنا السؤال ده ولو قلت لك where is the box it is behind you، وخدنا السؤال اللي بيسأل عليه في عن المكان عن place بسأل where. What's going on here؟ we are cleaning up. cleaning اللي هي بتكون missing مش موجودة وانت بتكتبها صح، طبعا المستر هيقولها لك we are cleaning، يبقى انت هتكتب كلمة cleaning
اللي هي correct. بعد كده عندي new vocabulary، الكلمات المهمة جدا. عندي كلمة concert، أول حاجة كلمة concert يعني حفل، حفلة. okay concert equal music party. عندي number two كلمة help، help يعني يساعد، تيجي كنون وكverb، تيجي اللي هي مساعدة اللي هو المكان I help you، بتيجي معنا يساعد أو المساعدة. clean up، clean up قلنا من شوية اللي هي نظف، كلمة music الموسيقى. وفي ready، ready يعني مستعد إلى، وخدنا ready بيجي دايما وراها for، I am ready for the exam أو I am getting ready for the concert. كلمة move، move يعني يحرك أو يتحرك يعني. you can move the path أو for example حد tied، tied أو trapped، tied يعني مربوط بحاجة أو trapped، trapped يعني مقيد، فأقول I can't move، I can't move يعني اللي هو مش قادر يتحرك. حد مثلا أنت أختك، أنت وأختك تلعبوا مع بعض، ف she tied your hands your legs and your hands، فهي ربطت يعني ايدك ورجلك، فتقول اي I can't move، I can't move يعني انا مش قادر اتحرك. وقلنا concert، concert يعني حفلة. okay equal music party. وفي كلمة clean up طبعا، وready، ready يعني مستعد. كلمة put over، put over يعني يضع، put لوحدها يعني يضع، وده verb اسمه irregular يعني بيفضل زي ما هو، put 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 يعني يضع، بتفضل في الثلاث حالات اللي هو في الماضي برضو بتكون put. كلمة put over يعني يضع هناك يعني equal there يعني. by the window يعني بجانب، كلمة lift يعني يرفع، وso يعني جدا، وكلمة heavy دي adjective بمعنى ثقيل، تقيل جدا. for example قول ايه the wall is a heavy او is so heavy يعني الحوت بيكون يعني تقيل جدا. كلمة take، take يعني يأخذ، عكسها اللي هي give. look out يعني يستعد، look out احترس، وكلمة behind يعني خلف، وgoing يعني يستمر، وجول وحدها يعني يذهب لو جت بعدها preposition on يعني يستمر، وهير يعني هنا، والأبزد بتاعها there. okay دلوقتي أنا عندي البيكتر دي، الصورة دي جات لي في الإجزام مثلا، فبعمل read and match أو بناخد عليها الماتش بتاعنا، عندنا ماتش بناخد الماتش الكوريكت بتاعها النافع السيوتابل مع البيكتر. I can't lift it by myself. ايه الصورة المهمة اللي ممكن تنفع معانا؟ ايه اللي مش المناسبة اللي هي طبعا C. I can't lift دي اللي بتدر عليها اللي هي number C، زي شايفين البنت كانت ايه، she can't lift the ايه the bus، يبقى السيوطة بالانسر عندي هي رقم C. here I'll take it، ايوه انا هاخذها، يبقى انهي فيهم المناسبه، كلمه احنا شايفين اللي هو بيساعدها، قالت له I can't lift it by myself، myself يعني بنفسي. دايما يا اولاد ناخدها كده، كلمه باي خدناها باي من شويه، لها معنيين، لها معنى هي حرف جر عامه، بالقرب زي باي ذا ويندو، بيجي بعديها الريفلكسيف برونونس اللي هي الضمائر المنعكسه، myself itself themselves ourselves yourself. يبقى هنا قالت باي ماي سيلف، انا مش قادره ارفعها بنفسي. نمبر 2 هير ايل تيك ات، انا هاخذها منك، فديت طبعا اللي هي رقم بي المناسب بالنسبه لها. بوت ات اوفر ذير، ضعها هناك، باي ذا ويندو اللي هي شايفين اللي هي بيشاور اصلا، يبقى رقم دي، دي اللي هي نمبر دي اللي هي مناسبه معاها. هاي امير، وات ار يو دوينج، انت بتعمل ايه، يبقى اول حاجه اللي هي رقم ايه، اول حاجه في الكونفرزيشن تايم قاعد بتساله انت بتعمل ايه، وات ار يو دوينج. عندي برضو ان دي مهمه جدا اللي هي الميوزيك انسترومنتس، الادوات الموسيقيه، تيوبا، تيوبا اللي هي اله موسيقيه كبيره كده اسمها تيوبا، تيوبا. اوكي عندي ريكوردر، ريكوردر دي كل الالات الموسيقيه، هي اسمها ذا ميوزك كونسرت، ميوزك او ذا سكول كونسرت اللي هي الحفله الموسيقيه في المدرسه، فاكيد طبعا اوريدي انا باخد اللي هو الادوات الموسيقيه زي ريكوردر، زي بيانو، زي درامز، سامبلز، زاليفون، في اللي هي طبعا ترامبت، دي كلها الادوات الموسيقيه بيجي معاها بلاي. اتمنى اللي تكون استفدتوا من الحلقه النهارده، والوقت عدى معاكم بسرعه، ان شاء الله next Tuesday we are gonna to complete اللي هي the school concert. thank you and goodbye. thank you.